سلامتك ألف سلام. ألف ألف سلام. قوم قوم يا أختي قوم. ألف سلام. جرالك حاجة؟ الله يخليك يا عمدة. طب وريني كده. الله يخليك يا عمدة. بس نطمن بس لو في حاجة يعني ولا حاجة. سلامتك أنا تمام الحمد لله. ألف سلام. جيت سليمة الحمد لله. طب مش عايزة حاجة؟ الله يخليك يا عمدة. يعني أي حاجة. الله يخليك. ألف ألف سلام. هي مين دي يا مبروك؟ دي بنت فاطمة مرات أبو العيلة الطحاني يا عمدة. إيه؟ ويا مرات أبو العيلة دي متجوزة؟ أمال إيه يا عمدة؟ ومتجوزة مين؟ أبو العيلة يا عمدة أبو العيلة. برضه؟ ماشي يلا. ألف سلام. يا سلام فيك. إيه المناظر دي؟ إيه دي؟ ما شاء الله الأهرامات التلاتة فوخو وفخرع ومنخرع. جاتكوا 60 نيلة. اطلع. البنت حلوة يا مبروك. بيقول ايه بقى الشيخ محمود في خطبه الجمعه دي؟ هو كلام فارغ يا عم ده عمال يتكلم عن الكفر والكفر واعداء الدين وكلام من ده. يعني هو مش هيشيلنا من دماغه؟ هو ما وروش غيرنا ولا ايه؟ ما جابش سيرتك خالص يا عم ده يقدر. يبقى بيلاح بالكلام. ما يلاح. سيبه يلاح زي ما هو عايز. لما يجيب سيرتك بصراحه العباره يبقى لنا كلام ولكل مقام المقال. شوف يا شيخ مبروك انا بقول يعني ان خطبه الجمعه دي لازم تتكتب في ورق وتتعرض عليا انا الاول قبل الجمعه كده بوقت كافي يعني اسبوعين ثلاثه كده ولا حاجه اقراها واطلع عليها واقول يعني اذا كانت تنفع ولا تتغير. مين اللي يقراها يا عم؟ نقراها. ايوه نقراها يا عم مظبوط. ما هو ده اجراء امن يا عم ده ومن حقك مش انت العم ده. ايوه وفيه اجراء تاني يعني كنت عايزك تبعت تجيب البنت فاطمه اهي يعني تساعد حافظها في الدوار. وده علاقته بخطبه الجمعه يا عم؟ لا ده علاقته يعني بينا هنا في الدوار. ايوه ايوه فاهم فاهم يا عمد. دي البنت تستمنى يا عمد. ايوه مش انت يعني بتقول انها بنت غلبانه هي وجوزها وعندها عيال هتسترزق. انا يا حبيبي مش ناقصني حد علشان يجي يخدمني. الدوار مليان خدامين اكتر من الهم على القلب. ازيك يا ست حفيظه؟ اهلا يا اخويا انت كمان. يا ساتر يا رب. يعني قلبي عليك يعني يا حفيظ. يعني بيقول البت يعني لهلوبة وشغلتية وغلبانة برضو يعني ومش لاقية اللضه. فأنا بقول يعني من ناحية تخدمك ومن ناحية تسترزق. تسترزق هي وتبصبص انت يا فلاتي. شوف الولية بقى وضميرها النيلي. يا اخويا مش بدل ما تتهد وتتقي ربنا كده وتروح تشوف نفسك يمكن ربنا يرزقنا. أنا صح سليم يا اختي والحمد لله. الدور والباقي عليك انت. أنا مش معيوبة جربت وعملت كل حاجة ومتأكدة أني سليمة. لا الأرض هي الأساس يا حفيظة. الأرض عفية وجوادة الركة على البذرة الميتة المعفنة. صلوا على النبي يا جماعة أمال مش كلام دي. قوم بنا يا شيخ مبروك. قوم قوم تناوي على وصلة ردح في يوم الجمعة. يا خويا وانت مراعي جمعة ولا سبت مش بدل ما تتقي ربنا يا عرة الرجالة والعمد يا بتاع النسوان يا بتاع الخدامين. طب اخدميني انت يمكن ربنا يكرمك. والنبي انا ما عارفه انت مستحملها ازاي يا عمده. طلقها طلقها ام عين بك حديه. يخرب بيتك وليا يا وليا نهدي شويه يا وليا نهدي عني شويه. طلقها يا اخويا وانت تشوف السعد والهنا كله. يلا بينا يكفي ايه ما تاكلها باسنانها وتخلصنا منها. يلا هو ده اللي انت فلحت فيه ده بدل ما تجيبها من شقراها وترقعها على الزهره بنت بيعت الدود دي. بنت بتاع الدود احسن من اللي بياكلوا مال النبي وكبدهم اتهرى هري كده من اكل الحرام. مبسوط يا سبع البرومبي؟ ماشي يا فهيمي هتشوفي مني ايام سودي اسود من قرون الخروب. اتفضل يا عم. خد يا عالف خد التمرتين دول حق محرسه الدكاه. والنبي يا شيخ مبروك بس كنت عايزه يعني كوس حلاوه طحينيه. ايوه بس الحلاوه غليت يا فاطمه. ايه غليت تاني هي مش كانت غليت الشهر اللي فات. هنعمل ايه بقى حكمه ربنا يا فاطمه. خد يا بنت خد الكرسي ده ده للعمده يقع. حاضر فضل يا جناب العمده فضل. تسلم ايدك. ما
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمد الله يساعدك. شايفك رامح جاري في البلد منا ومنا، قلت ده بيتفقد أحوال الرعية والناس. شوف أنت جاي تشتري إيه وأهوينا يلا عشان النفس. الحلاوة يا شيخ مبروك. استنى أنت يا فاطمة ما نشوف الشيخ محمود عايز إيه. خلصنا. يا أبوي خبرية راح تفط في حلقي أنت التاني. ده أنا جاي فرحان به يا أبوي والله. قلت العمدة من خوفه على الناس بيجي زي السلف الصالح رضوان الله عليهم من اللي تولوا أمر المسلمين. إيه؟ أنت عايش في غيبوبة ولا إيه؟ إحنا فين والناس دي فين؟ مدفوق. كان الغيور منيهم يتدس كده وسط الناس ويشوف أحوالهم، يشوف جعان ولا محتاج يديله، مزنوق يفك زنقته، مستجير يجيره، يشوف عين كده خبيثة بتبص على أعراض الناس وتنهش فيه. فيها إيه يا اسمك إيه أنت؟ هي ناقصاك أنت التاني؟ هو فيها إيه؟ خطبة الجمعة ما كفتكش جاي تكملها في وداني؟ ولا أنت مشتهي خطب وخلاص؟ ما تروح تشوف وراك إيه؟ حاضر يا ابو سلمت ودانك يا عمدة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس براو عليك يا عمدة، حبست دمه صحيح. أيوة أمال، وإحنا فاضيين له؟ خلينا إحنا في ال الحلاوة والنبي يا شيخ مبروك، بس عايز أمشي. أيوة خلينا إحنا في الحلاوة. نخلينا في الحلاوة يا عمدة. بقول لك إيه يا بنت يا حلاوة، قصدي يا بنت يا فاطمة، أنا استرجيت حضرة العمدة يعني إنك أنت تروح تدور عنده تخبزي له فطرتين كده على مزاجه. بس أنا يعني لازم ناخد الإذن من أبو العيلة جوزي. أبو العيلة مين يا بيت؟ أبو العيلة مين ده؟ اللي جناب العمدة بذات نفسه هيستنى الإذن مني. هو مش أبو العيلة دي اللي أمه كانت بتخدم عند العمدة القديم؟ أيوه هي يا عمدة. وهي عاملة إيه؟ الحمد لله، بس يعني العيا زاد عليه، يعني لا بقت بتسمع ولا بقت بتشوف. لا بتسمع ولا بتشوف، سلمي عليها. يلا يا بت، يلا يا بت، هم هم عالدوار يلا عشان تخبزي الفطرتين. ده انت مرزاقة يا بت والله. بس الحلاوة. حلاوة ايه؟ بقول لك مرزاقة تقول ما تعتليش هم الحلاوة، أنا هاخد الحلاوة بنفسي وأوديها لغاية العيال في الدار، ومش عايز منك ولا مليك. هو كله على حساب العمدة. يلا يا بيت. بس حلو حكاية ان انت استرجيتني دي، صدق ان انا صدقت ان انت استرجيتني. يا رب. لا ما حدش يخاف ولا يقلق، دي تلاقيها ست فهيمة بتولد، انا عارف الصوت ده هو. والنبي والنبي يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اما الست فهيمه دي طيبه طيابه، يا رب ينتهى بالسلامه يا رب. اه والله انت لسه هتدعي لها وتشكري فيه، ما تقومي تروحي على داركم يا فاطمه. هي الوليه دي بتصوت ليه كده؟ يوه يا زلمه تكون بتطلع في الروح. لا يا ست، لا هي ما بتطلعش في الروح ولا حاجه، ده هي بتولد. لا يا رب ربنا ينتهى بالسلامه. انت مين يا بت؟ ومين اللي جايبك هاني؟ أني جناب العمدة بعتني يعني عشان أخبص فطرتين وأساعد في شغل الدوار وكده. أنت مرات الواد الطحان؟ أيوة يا ست، أني فاطمة مرات أبو العيلة الطحان. أيوة صح. طب شوفي كنت بتهببي إيه وكمليه. حاضر يا ست. ماشي يا ابن ستة العرجة. هي ام جناب العمدة هي حسان كانت عارجة؟ ايه يا فاطمة دي، هو فيه كده؟ الست بتقول اي كلام بتفش به غليه. قومي انتي خلصي وروحي. يعني هتروح لابو العيلة ولا مش هتروح؟ ما تروح يا حسان، ايش هالكده؟ من عيني يا فاطمة من عيني، بس خلي بالك من روحك. يا حلاوة يا ولاد، ده جاي بدري اهو. ايه يا حفيظ؟ طبعا لازم تيجي على اسنانك عشان تتفرج على الوظوظه اللي جايبها علشان تعمل لك فطير العيد السعيد. ايه يا وليله التخاريف دي؟ ايه وظوظه وعيد سعيد والكلام الفارغ ده؟ بنت يا فاطمه، انت يا بنت تعالى. ايوه حاضر. ايوه جاي حاضر. تعالين يا ست. تعالي يا بنت اتضيري كده وفرجي العمده. رايه يا وليه الجنان ده؟ مش معقول كده قدام الشغالين يفتكروا انه بجد؟
روح يا بنت تشوفي شغلك. روح. حاضر يا جناب العمدة. اتقصعي يا بنت وانتي ماشية. مكسوف يا عمدة ولا ايه؟ انا قلت تصلي صيامك. جرايه يا ولية انت. واما انت يا اختي بتغيري قوي كده. طب غيري من اللي كل شوية تصرخ وتطلق وتجيب عيل. وهاتلنا ان شاء الله حتى بورس. يا اخي اتكسف على دمك شوية. اتكسف انت على دمك وبطلع عشان ابوظلك سنانك دي. انا حفلني في وشك خالص. انت فاهمة ولا مش فاهمة؟ طيب خلاص عرفت. خير يا عثمان؟ هي حفيظة عملت حاجة؟ حفيظة؟ لا حفيظة دي بلسم يتحط على الجرح يبرد. لو انت جاي في عز النهار كده على عين الرايح والجاي عشان تقول لي حفيظة عملت حاجة؟ ايه؟ ما تقعد وتهدى كده يا عثمان. مالك يا ابو ناس؟ الله يا سيد يا سيد، انا عارف ان انت عقلك يوزن بلد وابو المفهومية. ليه بقى قلة العقل دي؟ فيه ايه؟ يعني عايز نعرف انك اتخذت بالنار امبارح من واد هجام ولا جيش اشوفك؟ انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ يعني انت جاي تعزي؟ سلمة يا اخويا الحمد لله انا بخير. هو خدش بسيط كده. وبعدين الواد ده لا مجرم ولا دياوله، ده حته واد ملوش عازه. بس يعني قلة عقل منه كده خطف البندقيه من الغفير وداس على الزناد. انا كنت هشيع لك بخصوص الموضوع ده، بس اللي بيني وبينك ما ينفعش حد خالص يعرفه، برضك الحرص واجب. اهلا يا سيد منور. يا ما نفسي اعرف ايه اللي بيناتكم ومحتاج استحراف. بتخططوا لايه بالظبط؟ انت اتخبلت يا وليه؟ ايه الهبل اللي بتقوله ده؟ ايه يعني بنخطط لايه؟ بنخطط لجريمه ولا جريمه؟ عاجبك الكلام ده يا سيد؟ شايف اختك وعمايلها واقفه بره تتصنط علينا وكمان فاهمه ان احنا قاعدين نخطط لحاجه لا سمح الله غلط. انت مش هتبطلي يا حفيظه اللي بتعمليه ده؟ عيب، ده بقى العمده وليه مكانته برضه. ايوه يا اخويا طبعا، ما انت لازم تحاميله، ما انتوا الاتنين زي بعض. بقولك ايه، ما تقومي تعملي لنا شاي. لا انا مش هشرب شاي، انا لازم اعطر على الواد ده واجيبه لحد عندك هنا يا عمدي، عشان الموضوع ده يخصني برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت ان شاء الله امتى ان شاء الله ناوي تخليني اتكلم في التلفون؟ لما يرن. هتكنينا فيكي وفخوكي عيلة واطية.